المشاريع المنجزة في نهاية الفترة الملكية وبداية الحكم الجمهوري. بدأت شركة بريطانية بشقه عام 1957، ويقع النفق شمال شرقي مدينة بغداد بنحو 67 كيلومترا، ويربط منطقتي شهرزور والسليمانية مع المناطق الوسطى والجنوبية من العراق. والطريق يتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، ويعد طريقا تجاريا حيويا. بله دبني خان، دبني خان بسودو بزور شو الناوتشو سليمانية. هذا النفق ذو أهمية كبيرة لمدينة دربندخان والمدن الأخرى، يربط بين محافظة السليمانية ببغداد والمدن العراقية الأخرى، يقصر الطريق بشكل كبير، ولولاه لما تمكن المركبات من استخدام الطريق الجبلي، كما ترون كل الصهاريج والمركبات تمر من خلاله. ويحتاج نفق دربندخان الذي أنجز قبل 60 عام إلى الصيانة بسبب التأكلات التي أصابته، ما خلقت مشكلات وتهديدات باتت تشكل تحديا يوميا لسائق المركبات التي تمر عبر النفق وتعرقل حركتهم. وتمثل التغييرات المناخية وعدم صيانة النفق الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ظهور تلك المخاطر والمشكلات. في سنة 1953 بعد أن بدأ بناء سد دربندخان في 56 وفتح نفق الجنوبي خاصة للسد، فكروا بأن يفتح الطريق إلى محافظة سليمانية في ذاك الوقت، لأن ماكو طريق السيارات الجيدة، ففتحوا هذا النفق الشمالي يسمون النفق الشمالي لربط بين طريق سليمانية ومنطقة الشهرزور مع منطقة القرميان، طريق بغداد يجي من البعقوبة. طول النفق الشمالي يبلغ 742 متر، يعني 742 متر طول النفق، وارتفاعه 9 أمتار وعرضه 7 أمتار. ويقع هذا النفق في منطقة جبلية في طبقات الصخور الرسوبية يسمى لايمستون، وهذا اختاروا هذا المنطقة لأن طبيعة الطبقات الجيولوجية وميل الطبقات الجيولوجية يسمح بأن يحفر النفق في هذه المنطقة بشكل جيد. ويشكل التصدع في سقف النفق خطرا يهدد حركة المرور فيه، ويكاد النفق يكون عاجزا عن استيعاب الضغط المروري عليه. وأغلق النفق لأكثر من مرة، وذلك لإعادة تأهيله، ولكن لم تجري حتى الآن أي أعمال صيانة حقيقية للنفق ما عدا ردم الحفر وتبليط شوارعه مع طلاء جدرانه. تم إنشاء هذا النفق عام 1957، وكان مشروعا كبيرا تم إنجازه في ذلك الزمن، ولكنه في الوقت الحالي يحتاج إلى الصيانة ونظام التهوية وإنارة جيدة. النفق عليه ضغط مروري كبير، وبالأخص عند الفترة الصباحية ينحصر فيه دخان عوادم السيارات تعيق الرؤية وتسبب بالأمراض للمواطنين. واستمرار حركة السير في النفق على مدار العام رغم تلك المشكلات يدل على أهمية وموقعه الاستراتيجي. رغم مرور 6 عقود من الزمن، بات حفر نفقين بديلين لاستيعاب الضغط المروري على طريق الحرير هذا أمرا لا مفر منه. لبرنامج نسمات زاغروس، أمير سليم، زاغروس تي في.